من غير الاجباري اصلا وهي في المدرسه لازم المدرسين يدرسوا لها بالفلوس وبالميات. انا بدفع لبنات الاثنين بالميات للمدرسين اصلا اللي هي اصلا بنت عندهم ده من غير ما يدخلوها ولا سنه اولى ولا سنه ثانيه. فبقاش حال بقى ان هم هيجبروا كمان الناس تدفع من قبل الحضانه، يعني يعتبر حضانه تدفعوا اجباري. الحضانه تبقى شيء اجباري على الاقل الاطفال تتعلم اي حاجه وهي صغيره. يعني ايه رايك ان هم غيروا وجبات، خلوها بدل ما هي عيش وجبنه خلوها بسكوت وباتيه؟ ماشي، بسكوت وباتيه جميل مش وحش. ايه رايك في الحضانه الاجباريه قبل دخول المدارس؟ والله شيء كويس جدا عشان الطفل من الصغر يتعود يعني على المدارس ويتعود على المدرسين وتبقى شيء حاجه طبيعي عنده. يعني احسن من الاستغلال على الاقل بره، ولا الناس تستغل الاطفال ولا كده، وبقى في رقابه. طب ايه رايك ان هم غيروا الوجبه خلوها بدل ما هي عيش وجبنه خلوها بسكوت وباتيه؟ برضه احسن عشان التسمم. طول عمرها مجانا، كل الناس تعبانه وكله على قده. يعني ايه حضانه؟ يعني مدارس ماشي مستحملينها، بقى حضانه كمان.